تحمل زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى بريطانيا بعدين يتعلقان بتعزيز العلاقات السياسية والأمنية مع المملكة المتحدة، فضلاً عن دعوة الاستثمارات البريطانية لدخول العراق. الوزير حسين استعرض حالة الاستقرار الأمني الذي يعيشه العراق الآن مقارنة بالسنوات السابقة والفرص الواعدة للاستثمار. لو كنت مستثمراً سأذهب إلى العراق، لأن في كل المجالات هناك فرص، في مجال الصحة، في مجال التربية، في مجال التعليم العالي، في مجال البناء، في مجال الإعمار، في مجال التجارة، في كل مجال، في مجال الزراعة، في كل هذه المجالات هناك فرص للمستثمر في العراق. الوزير العراقي التقى بممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبعدد من رجال الأعمال ضمن ندوة عقدت في غرفة التجارة العربية البريطانية. قبل كانوا يخافون الشركات تجي، هسه الوضع تغير، بس نتوقع أن نحتاج تسهيلات من الدولة، تشجيع من الدولة للشركات بالخارج حتى تتعامل أولا ويا الدولة وبعدين ويا الشركات الأهلية، والشركات الأهلية عندهم اندفاع قوي. وإذا نقارن ويا مثلا ألمانيا من بعد حرب العالمية الثانية، بلد نشط، احنا كشعب نحب الشغل، نحب العمل، نحب نحسن وضعنا. زيارة وزير الخارجية العراقي تضمنت لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين، ناقشا فيهما الأوضاع الأمنية ودور العراق الإقليمي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان في مجلس العموم البريطاني. يحاول العراق من خلال هذه الزيارة التأكيد على عزم حكومته في الاستمرار في عمليات بناء اقتصاد قوي، ودعوة الجانب البريطاني لمساعدته من خلال تقديم الدعم الفني والتقني في مختلف القطاعات لضمان استقرار البلاد بعد جهود مكافحة الإرهاب. عمر شاكر، الحرة، لندن.